وكالعادة رسيت بي اس ار، انا فاكر كان 75. ايوه بالظبط كده، بس هو كده بالحرف عليه، بس انا عايز اعمله مثلا 74 بوينت مثلا 8 من 10، اللي هو اقل منه هفوه. خلاص طلع بقى ده بره ده خالص، انا اصلا مش عايز ده في حاجه، بس روح للبيلت ده. تمام، روح للبيلت ده وهنروح للموديفايرز وهناخد موديفاير اسمه شرينك راب. شرينك راب ده فايدته ايه؟ فايدته انه بياخد جسم زي ده ويقوم جاي طبعه على سيرفس تاني تحته. تمام، يعني هوريكو كذا مثال عليه. خدت البيلد، روح للموديفاير، واحسن حاجه طالما هتحط موديفاير، الموديفاير على فكره بيتحط جوه الاوبجكت، اما الجنريتور بيتحط فوق الاوبجكت. طب لما احب احط حاجه فوق حاجه، يعني انا مثلا سيلكت ده وعايز انزل عليه سب ديفيجن سيرفس، تسلكته وتضغط الت وتخليك ضاغط وتقوم منقي الجنريتور وتسيب الالت. اما لو انت عايز تحط موديفاير، يعني انت هتحط جوه الاوبجكت، فتضغط شيفت الاول وتسلكت وبعدين تروح على الشرينك راب تكليك وتسيب كده، دخل جوه الشرينك راب. بيقول لك فين التارجت اوبجكت، يعني فين الاوبجكت اللي انت عايز تطبع ده عليه او على السيرفس بتاعه. هقول انا عايز من السلندر، اصلا لو انا قربت كده وحطيت السلندر ده جوه ده، حد خد باله؟ اتطبع عليه. ولو رحت زودت السيجمنتس بتاعت السلندر ده كده، ماشي، هزود الكواليتي بتاعت البروجيكشن. تمام، طبعا انا عايز ازودها، احنا قلنا كانت 36، خليها مثلا بتاع 72، يعني عشان يبقى الضعف. خلاص، طب دلوقتي انا كده تمام، انا مش محتاج السلندر بس في نفس الوقت محتاج الافكت اللي شرينك راب عمله. هتقولي طب ما نعمل ده ونحول ده اديتابل. خلي بالك الموديفاير لما بيخش جوه اوبجكت، لو ضغطت حرف السي عشان تدمج تاثير الموديفاير ويبقى ديفولت مع الاوبجكت، مش هيحصل حاجه. تمام، فهنستخدم امر تاني، كليك يمين واقول له كارنت ستيت تو اوبجكت. كارنت ستيت اوبجكت معناه ايه؟ ما اقول له خد الاوبجكت ده بالافكت اللي عمله الموديفاير ده وخليه على نفس حالته. رايت كليك كارنت ستيت تو اوبجكت اللي هي الايكون دي. طيب نزل لك نسخه تانية، انت محتاج دي في حاجه؟ ديليت. محتاج السلندر في حاجه؟ ديليت. تعالى كده نشوف بقى السيرفس بقى عامل ازاي. بقى راوند ما فيهوش سنايه تشوه. طيب طلع بقى البادي وهات البيلت وروح للسكيل، وهنسكيل البيلت ده سنه، وهروح للفيسز كنترول A رايت كليك اكسترود وهاخد منه هشده لتحت. خلي بالك كريت كابس متعلم عليها عشان ما يعملكش حزام فاضي. تمام، دي كده راحت لفوق، لا انا عايز اخده لتحت. تمام بالشكل ده كده، واحط سب ديفيجن واحده بحيث دي، ممكن كمان واحده بحيث تخليه بالشكل ده كده. هروح لديسبلاي ديسبلاي واقول له ايزو بارمس، هنلاقيها بالمنظر ده. طبعا ممكن اخد البيلت الحزام ككل واسكيله بره شويه يعني كده. جميل جميل جميل، بيرفكت، فيري بيرفكت، ايه فيري بيرفكت دي؟ سو بيرفكت، حلو قوي كده. انا بعد كده احنا عملنا ايه؟ ويندو ستيم هنخلي الزعبوط ده بعدين. نعمل البتاع دي ويندو توي كار. الاخت اللي قدام دي هنعملها بسيركل، طبعا السيركل كبيره ومشاوره غلط. تمام،
اهي مشاوره ناحيه زد. في اورينتيشن، طبعا احنا قلنا اورينتيشن بختار المحور والاوبجكت هيلف. في حاجه تانية اسمها بلان. بلان يعني مثلا انت عايز السيركل وشها يشاور ناحية فين؟ ناحية اكس، مظبوط كده؟ تختار من البلان المحورين اللي مفهومش اكس، هي كده احفظها. تمام، هقول له بلان واي زد، لان انا عايز السيركل تلف ناحية اكس. طبعا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني هي كبيرة قوي. عايز اسنترها في النل، حطها بس جوه النل واقول له ريسيت بي اس ار عشان نضمن ان هي في النص، طلعها بره. تمام، تعال للفرونت فيو، اسف للرايت فيو، لان احنا لافين الاوبجكت، وخد السيركل دي ننزل بيها كده شويه، يعني شويه كده. طبعا هي جوه فانا هطلعها بره. افتكر ان كده شكلها حلو. ممكن زي ما تحب، يا راجع لك انت يعني. جميل، بس السيركل دي في هنا حته عشان نحط فيها مسمار، في هنا حته تانية، حته ثالثه، حته رابعه، خلاص، وفي فتحات في النص. طب دي هنعملها ازاي؟ سامع ناس بتقول لي سبلاين ماسك، مظبوط، بس الاول هنروح نجيب سيركل، هنخلي الراديوس بتاع مش عارف كام، بس هو هي برضو هتلف ناحيه واي زد. الت دبل كليك عشان ما نتلخبطش بس في الباقي. هروح للي وكالعاده ريسيت بي اس ار عشان تبقى في نفس البتاع بالسنتي، لان السبلاين ماسك والاكسترود مهم قوي يبقوا في نفس المكان. طب انا عايز اخلي دي اعمل منها اربع نسخ، واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا. عشان نكرر هروح لجنريتورز واخد اري، ناخدها بروفيشنال بقى، شيفت اري اهي. صح غلط، احنا قلنا جنريتورز بتنزل فوق مش تحت، اذا الت اري. طبعا الاري نزلت ما شاء الله، يعني ربنا مبارك. فانا عايز اروح للراديوس واقلل الراديوس شويه مؤقتا بس كده، انا عايز 1 2 3، عايز 4. هروح للاري وهلف الاري 90. الاري دي بتلخبط. طب السيركل ايوه، لا انا عايزه بقت ايه، هو ده. تمام، 1 2 3 5. طيب انا عايز واحده كمان. خد بقى الاري وافتح الراديوس، ايوه، لغايه المسمار. انا مثلا افتكر لو جينا عملنا كده، افتكر مكانها ظريف. تعال على الاري واضغط سي. قاعده، لما تضغط، لما تحط اوبجكت جوه جنريتور وتضغط سي على الجنريتور بيعمل كوبز من الاوبجكت. بص، تمام، كل ده ظريف. هناخد ايه، سبلاين ماسك، وناخد الاثنين دول جوه السبلاين ماسك. تمام، بالمنظر ده كده. حصل حاجه؟ ما حصلش حاجة. ما حصلش حاجة ليه؟ لأن المفروض أحول دول الأول كلهم لإيديتابل، وبعد كده رايت كليك كونكت بلس ديليت عشان يبقوا
طلع ده جوه ده، شيل ده، ده كمان نفس الموضوع يتحول اديتابل. الت بس دبل كليك كده عشان نخفي الدنيا. في حاجة جت مش مظبوطة، بس الونج واي هي الالونج دي. تمام، انتوا خدتوا بالكوا؟ لو جينا بصينا كده، هو هنا في السبلاين ماسك بيقول له زد واي، يعني انت بتقطع في اتجاه اكس، وفعلا انت بتفرغ في اتجاه اكس، وش الاوبجكت بتاعك مشاور في اتجاه اكس. تمام، الاكسس دي في الاتجاه اللي وش الاوبجكت بتاعك مشاور فيه. تمام، كرييت كاب بيحوله اكسترود بالشكل، بس كده كده احنا هنعمله بعدين. طب ده كده تمام، السبلاي ماسك كده هضغط سي، بقى ده عندي الاوتر ايدج. طبعا اروح لمش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2 عشان اطمن انه في النص. نعمل الدوائر، خلاص سهله برضو. سيركل، السيركل تشاور في في زد واي. افتكر لو عملناها 10 12 هتبقى معقوله. كالعاده حط ده جوه ده، ريسيت بي اس ار عشان نضمن انها في نفس المكان. زي ما قلنا عايزين بقى نعملها بالشكل ده، ممكن نعملها بالاري على فكره، وممكن نعملها بالكلونر. الكلونر من مجراف، مجراف كلونر، مجراف ده لينا معاه قصص. كلونر بيعمل زي الاري بالظبط، بس امكانيات الكلونر اعلى بكتير من الاري. تمام، عايز تعملها بالاري اعملها بالاري. سيركل شيفت، هضغط اضغط شيفت واقوم ضاغط على كلونر شيفت، لا الت تاني، جنريتور بيتحط فوق مش تحت. الكلونر بينزل المود بتاعه باي ديفولت لينير، سواء نزل اوبجكت هقول له راديال، اهو راديال يعني هيكرره بشكل دائري. طب الراديال ده طبعا زي ما قلت امكانياته اعلى من الاري، احنا المره اللي فاتت لفينا الاري وبعدين لفينا السيركل خلاص. لكن الكلونر في حاجه جميله قوي، لما تقول له راديال بيقول لك انت عايزه يشاور ناحيه فين، احنا عايزينه ناحيه اكس صح، قول له كده زد واي بس خلصت. هتقولي طب من الاول يا عم ما كنت عملتها كده؟ بصراحه بس انا حبيت، يعني انا قلت ان انا هستفيد في البيت في الورك شوب دي بادوات كتير. تمام، طبعا الراديوس كبر صغر يعني زي ما انت عايز. الكاونت بقى عد يعني براحتك، انا هاخد دي مثلا واحده يا كمان 13 ما بحبوش، 14 13 حلو 13. تمام كده زي الفل. روح للكلونر واضغط سي، حولهم اديتابل، وتقوم رايح لكل دول وتسلكتهم. طب بص بقى، طبعا دول من واحد لغايه دول 13. طب افرض انت هنا كان عندك 500 200، هفضل بقى امسك كده وافضل نازل وتشرب كوبايه شاي وبلاد تشيلك وبلاد تحطك لغايه ما توصل لاخر اوبجكت. في طريقه اسهل، لو انت جيت على البيرنت وضغطت ميدل كليك بالسكرول بتاع الماوس، ضغطت ميدل كليك وكنترول وكليك تاني، انت كده عملت سيلكت على كل اللي تحته. تمام، حولهم اديتابل، رايت كليك، كونكت بلس ديليت، بقى اديتابل. طبعا مش سنتر اكسس، سنتر اكسس عايز ده في حاجه مش عايزينه في حاجه، شيل. مظبوط مظبوط. طبعا الخطوه دي هنعملها، بس انا حبيت اوري لكم. طبعا كنترول زد، ليه كنترول زد؟ لان المفروض الاول قبل ما اعمل كده ادبليكيت الكلونر ده واقلل العدد واقلل الريديوس، والسيركل دي تبقى مثلا 5. افتكر كده تمام. حلو، ده سي وده سي، ميدل كليك كنترول كليك كونكت بلس ديليت، ميدل كليك كنترول كليك كونكت بلس ديليت. طبعا في ثواني، طالما انت عارف طبعا ده كده رايت كليك وتقوم قايل له
delete without children الايكون اهي، اللي هي الايكون بتاعها دي delete without children. طبعا كل ده المفروض يبقى spline واحد connect plus delete، مش center axis center axis 2. بالمناسبه اللي بيعرف يشتغل في الستريتور ممكن يعمل الشيب اللي هو عايزه في الستريتور ويجيبه هنا سبلاين، هنقول ازاي بعدين. بالمنظر ده الت اكسترود طبعا رايح في داهيه، ليه؟ لان اكسترود الموفمنت بتاعه في اتجاه باي ديفولت هو في اتجاه زد، بس المره دي عايزه في اتجاه اكس، فهخلي ده بزيرو وهروح هنا واقول له اكسترود. طبعا لو طلعت البادي هنلاقيها بالشكل ده، تمام. طبعا ممكن اجي هاجي في كابس، في حاجه اسمها الستارت والاند، الكاب اللي هي دي على فكره، الكاب دي والكاب اللي ورا، لو قلت له فيلت كاب، طبعا هو عمل كده ليه؟ لان الريدياس كبير جدا، لو قلت له ده 0.2 مثلا 0.5 والناحيه دي برضو فيلت كاب 0.5 هلاقيها بالشكل ده. طبعا هزود ستيب وهزود هنا كمان ستيب، يعني بنسميها سب ديفيجنز عشان تبان، هلغي الايزوبارمز واشتغل على الواير فريم. ادي الستيبس، بصوا هي دي تمام ودي بس، اكتر من كده مفيش. لكن انا ملاحظ ان هو هنا مضلع، هروح لسيركل وناخد بالنا من حاجه اسمها انترميديت بوينتس، بدل ما هي ادابتيف هخليها سب ديفايدد بس، مش هعمل حاجه تاني فيها كلام بس مش هقوله دلوقتي. تمام كده 100 100. في اكسترود هروح لاوبجكت وازود سب ديفيجن واحده بس ولا اتنين، بحيث لو حبيت اعمل اي تفاصيل مستقبلا اعملها هنا بس، انا مش هعمل ده. بالنسبه للاكسترود، الاكسترود ده طبعا انا عايز احوله الى دبل عشان اشتغل عليه براحتي. في اوبجكت في كابس اقول له كرييت سنجل اوبجكت، لو ما علمتش على دي هتعمل خطوه زياده عشان هتعمل اوبتمايز. ليه اوبتمايز؟ قلنا قبل كده 100 مره ان سينما اي اوبجكت يكون فيه كاب، يعني يكون فيه قفله من فوق كده ومن ورا بالمنظر ده بيفصلهم، فانا هقول له كرييت سنجل اوبجكت واقوم قايل له ده اديتابل، خلصنا تمام بالشكل بالمنظر ده. شفتوا المشكله دي؟ لو رحنا لحاجه اسمها الفونج تاج وخلينا ده 20 60، المشكله دي على فكره جت من الانترميديت بوينتس كنترول زد تمام. المشكله دي موقعي دي، دي جايه من الكابس على فكره، من الكابس دي. طب انا عشان اتفادى المشكله دي هقول لك على حاجه احلى من ده، قول له لا نون ايه، قول له كاب، قول له هنا كاب، كده احنا زي الفل، مفيش مش خسرانين بعض في حاجه، الدنيا تمام و100 100 خلاص. على وضعك ده كده كرييت سنجل اوبجكت وحوله اديتابل تمام. دي هنسميها الفرونت جريل تمام. بالمناسبه هي جريل دي انا متاكد انها شوايه خلاص، بس انا قصدي شبكه، معرفش هي جي ار اي ال ولا بالمنظر ده. اللي شاطر في الانجليزي يا جماعه يبقى يقول لنا، انا كنت بضرب في الانجليزي على طول، المهم مش قوي يعني. طب انا عايز اعمل البيفل، ما انا مش هسيبها كده، وفي نفس الوقت انا ما عنديش يعني انت ما عندكش التايم اللي تروح للايدجز، شفتوا الهبل، هروح لفلتر واقوم قايل له ان جونز لاينز شيلها، انا مش عايزها دلوقتي، مش عايزها اصلا، ما عنديش بقى الوقت اللي اروح لللوب سيلكشن وسلكت دي شيفت مع دي وامسك هنا دول وسلك، موال ما يعلم بالله ربنا. طب في طريقه اسهل؟ في سلكت الفرنت جريل دي وروح على سلكت، طبعا ولا حاجه، ليه؟ لان احنا مش واقفين على ولا واحد من دول، هقف على الايدجز، انا عايز ايدجز، اضيع بس السلكشن ده مش عايزه، واروح على سلكت واختار حاجه اسمها فونج بريك سلكشن.
فونج بريك يعني بيسلكت الايدج اللي بين اتنين فيس، تمام، وانت بتتحكم عايز ايه ومش عايز ايه، خلاص. فهقول فونج بريك سلكشن اللي هي دي، كليك، تمام، مجرد بس ما اقف على الاوبجكت بس، خلاص. بص كده، هو سلك الازرق كله. طبعا انت ممكن تتحكم ازاي، لو قلت له حاجه اسمها اوفر رايد فونج تاج، لو عملت كده تقدر بقى هنا تتحكم، يعني مثلا تنزل كده وتشوف. طبعا بص، ازود سنه سنه سنه، ضاعت. لو نزلت سنه كده، انت بتتكلم في حاجه و60 سنه كمان، هتلاقيه بدأ اهو، بص بدأ يجيب شفت. طبعا هنخليها زي ما هي ونشتغل على السليكشن اللي الراجل عمله. الراجل وفر علينا كتير بصراحة. طب عايز اسلكت بقى، قول له سلكت اول، خلاص، تمام. ممكن نعمل البيفل بتاعنا يدوي، يعني رايت كليك وهم قايل له بيفل، تمام، واخد البيفل بتاعي كده، مش عارف ايه اللي بيحصل، بس خلينا بوينت 2 مثلا، تمام، شيل ده. ممكن اعمل كده، اخليني بوينت 2 حاجه بالشكل ده كده. طبعا خلوا بالكم ان في غلط، الغلط بصوا ان البيفل جاي فين، محفور لجوه. ليه؟ لان الدبث بسالب 100 زيرو. طبعا سينما كان هنج والبيفل كان هيروح، وفي هنا سيلكشن هي غلط. هضيع السيلكشن ده تاني وهروح للفونج بريك سيلكشن، تمام، واوفر رايد. ده كده تمام، هرجع لورا سنة لأن هو جاب لي سيلكشن أنا مش عايزه بصراحة. أنا خلي بالك يعني، ارجع بده واستنى شوية، ما تتوقعش إن هو هيشتغل على طول، يعني ارجع بده كده. أيوه، نطلع بقى سنة لغاية ما نضيع البتاع ده. افتكر انها كده جبت ايدجز تانية. طيب خلينا 360 او 180 وهنشيل ده كده، مش مشكلة عامة، يعني لما نشيل 4 ايدج احسن ما نتبهدل. هقول له select all وهمسك كنترول واشيل دول، اشيل دول، كنترول شيل دول، شيل دول، كنترول، خلي بالك كنترول مش شيفت، شيل شيل، وهنا نفس الموضوع. مش كل حاجة لازم نعملها اوتوماتيك، في حاجات كتير تنفع يدوي. كنترول اس، وهروح طبعا للبيفل تول. على فكرة انا مش هشتغل، مش هعملها، بس انا هوريكم انها تنفع تيجي يدوي وعادي. اقول له كده تمام، سافتكر ان لا الدنيا كده تمام.
ممكن اجيبها كده خلاص. وممكن طريقه تانية اسهل، كنترول زد ومرنه، يعني اقدر اتحكم فيها وقت ما انا عايز واشيلها وقت ما انا عايز، بالفرونت جريل شيفت، بس قبل شيفت السليكشن ده انا عايز اعمل ست، يعني عايز احفظه، فهروح لست سليكشن، هنا عمل لي ايدج سليكشن. فايدته الايدج سليكشن ده، بصوا كده انا هنزل البيفل موديفاير، بس انا ليه ما نزلتوش جوه ده على طول؟ عشان انا عايز اقفله الاول، عشان لو نزل جوه ده ممكن يهنج. ليه؟ لانه ساعه ما ينزل هيشتغل على كل الايدجز دي، هيعمل لها بيفل، تمام؟ فانا قفلته هنا الاول، حطه جوه ده. في البيفل بيسالك انت عايز سيلكشن ولا هتشتغل على كله؟ قول له لا انا عايز السيلكشن ده. بعد كده افتح البيفل، تمام؟ طبعا هو معمول بمساحه كبيره، فانا عايز اقول له هنا 0.5 وسب ديفيجنايه واحده بس. بس كده احنا شغالين تمام وزي الفل. شيل بقى، اعمل ايس بارمز او جرات شيدنج، تلاقي الدنيا تمام. الفرونت جريل دي هناخدها جوه بالشكل ده كده. فاضل نحط هنا مسامير. بصوا في مكتبه موجوده فري على النت، انا جبتها وارفعها لكم ان شاء الله، تمام؟ المكتبه دي نفتح الديسكتوب في الفايل المضغوط ده، دبل كليك اللي هي دي، تمام؟ اللي هي المكتبه دي. لو خدنا دي طلعناها بره، دي هنوديها فين؟ رايت كليك كوبي، وهنعمل هنفتح ماي كمبيوتر، دبل كليك بروجرام فايلز ماكسون libraries browser. ممكن احطها هنا، وممكن احطها فين؟ انا سرحت على فكرة، معلش، هو اصلا ما بيتحطش ملف سينما 4D عادي، فانا هعمل له open desktop. هو جنريتور عادي خالص. طبعا ده الموقع اللي انا منزله منه، طبعا ممكن تروح في حاجات حلوة في الموقع ده على فكرة. انا دول هشيلهم، مش محتاجهم في حاجه، الدنيا كلها في الكنترولر ده. كل حكايه انت هنا بتختار نوع المسمار اللي انت عايزه، بقى اختار اعمل اللي انت عايزه. هنا بتختار الـ يعني جرب انت، اظن هي واضحه باينه قطر المسمار وحجمه، البولت سايز، السكرو مش عارف هيد، السكرو مش عارف ايه كده، البيفلينج، ما علينا. المهم يعني هنختار النوع ده، حلو وظريف، هيعمل شغل حلو في الماتريال. البولت سايز، ايوه هو ده كده، تمام. ممكن تفضل انت تعمل مسامير براحتك بقى. فانت بعد ما تخلص هتروح هنا من فايل، وتقوم قايل له سيف اوبجكت بريسيت، ده هتسميه مثلا ستار هيد بولت، ما علينا. اوكي تمام. ممكن تعمل واحد تاني، حاجة تالتة مثلا، او حاجة زي ده، وفايل سيف اوبجكت بريسيت، وده هنسميه هيكس هوري، او هيكس اتش اختصار هوريزونتال كات بولت، تمام.
وهكذا. انت